في كل وقت الماكلة لازم نسجل زوج مرات باش تجي. هذا الحالة ما تدومش. قلت لي يا سيدي لكن حبيت ندبر عليك واحد الحاجة لكن إذا تسمح لي. هيا تكلم خير إن شاء الله واش من بعض؟ غير الخير. نظن راهو في عمرك تقريب 45 سنة. عايش وحدك تاكل وحدك تظن هذه حياة؟ أنقول أنا لو كان تتزوج أحسن. لو كان شفت المرأة اللي تليق بيا المرأة اللي يشقعلك حتى هذا الوقت. أرى ألف فراق وخاطيك. كاش هذا خاطيك؟ خطبة. خطبة نروح نخطب لك في تمثيل مصطفى لا ترى إيش. ما نظنش اللي يعطيني بنته على خاطر هي صغيرة وهو انا كبير. عرى الف فراق وخاطيك. على شحال تحب يكون العبس؟ قول قداش من شهر. قداش من شهر؟ نضمن لك اللي على 15 يوم. ما نظنش حال المرة نسمع منك هذا الكلام. عرى 2000 فراق وخاطيك. كثر خيرك. ابقى على خيرك. إذا تحملنا على 5 أيام أرى على الفطرات و كثر خيرك. ابقى على خيرك. السلام عليكم. هلا وسهلا. صار هكذا حتى مع الميسي الهواري ما صابش بنت اللي تليق به ثاني هو الميسي الهواري. ماشي مزوج؟ لا ماشي مزوج. ايوا لو كان تتكلم له على بنتي. لا 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 ما نحبش ندخل روحي في امور الزواج. لكن يا وليدي ياك الحق. شحال؟ 1000 فرنك. راه مقبل. شنو؟ هذه ما تحبش تسمع حديثي. قلت لك راه مقبل. معليش معليش عندك الحق. بصح كلمة واحدة قول.
انا اقول له وهو يتبع راسه. الى شفتو ما حبش جيت قلت له وحرصت عليه. الى جيت قلت له وزدت هربت عليه انت فالي يدرك الدين. هاشم انا فرق اشنو نتكلم عليك؟ اذا تتكلم عليا يلزمك الزين. هاي نتفضل عنك هيك استخير في مصطفى. هاي استخير من على ساعة يكون في ظهر معلمي وخطيك اقع يا فين شي بالسلام على فين او على فين شفتي مصطفى؟ لا تتقلقش ما تتقلق من على دقيقة يكون هنا. والبنت شفتها؟ شفت انت البنات يقعدوا في القهاوي. قلت لها توالي شفتها مع باباها في الزنقة. هاهي بدات تكل غيرة. هاي بلحيس اللي ما قلناش. لكن علاش تسقسي فيا إذا شفت بنتي مصطفى البريك؟ غير باش نعرف إذا شابة ولا لا. لا بلاشك تكون شابة. صح صح. نكذب عليك. يا قلت ما شفتهاش. أنا ما شفتهاش. وكاش عارف إذا شابة ولا لا؟ على خاطر أنت شباب لابد يجيبوا لك حتى شابة. بارك بارك من الشكر. راني نقول لك يا سيدي، ها هي المرايا تثبت لك كلامي. أنا هكذا تتمسخر بيا. إيه المرايا يلزم تلبس المرا وتروح لدار السي مصطفى. تشوف البنت وتردي الخبر إذا حقيقة شابة ولا لا. أنا تلبس مرا؟ نعم تلبس مرا ولا ترد. أنا ماشي أنسى تلبس مرا وتشوفها بعينك. هكذا خير. ما تدبرش عليك. اسمع أنا نقابل باباها سي مصطفى على طرش كيجي وانت يا كيما قلت لك روح لدارهم وشوف البنت. وشكون اللي مد لكم القهوة؟ كي جي سي مصطفى الأطرش مد لنا القهوة وكي تسمعني نسأل حم حم روح البس. هاي روح البس. هذا بلا شك سي مصطفى الأطرش. يلا تفضل 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 هاي سلم تفضل يسالك لك ما راهي شي متوفر على لا 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 جوز جوز اهلا سي مصطفى مرحبا بك يا سيدي صارتنا بركه بركه الله فيك يا سيدي تفضل 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 سي مصطفى قالوا لي باللي عندك بنت راهي في مقام الزواج. نعم يا سي هواي وعندك مقصود بناتهم الله يبارك تصنع قشطه مجمولين من كلش حتى هو مجمول من كلش. مازال الحال روح جيب لنا القهوه. تفضل. ايه بارك الله فيك. ايوه ايه بس وين هو بعد خش خش ما عنده ما قال لك في امر اسداق الشرف المصريه. فضلوا صحيح. أصدق إيه لا نعم لابد أن نتشاوروا على الصداق وعلى على الشرف. نعم نعم. أيوا سي مصطفى برك نتفاهموا على الصداق والشرف. نعم. أيوا شوية قهوة. مدى بيك مدى بيك بارك الله فيك.
في الشراب ما بشتغلها. حبيت نتكلم لك على بعض المقصود. تتكلم يا سي مصطفى، ما كان حتى حاجة اللي تقلقنا على فيها. نعم نعم، راني فرحان بهذا النهار هذا وبزيارتك. الله يسلمك. على كل حال اسمحني، ما في هذا. اسمحني السخانة ماشي، الطقس شوية ثقيل. نعم تفضل. على كل حال كما كنت أقول لك يا سي مصطفى، ماذا بي على الزواج، لكن إلى الشرط ماشي غالي. على كل حال نهراني عايش وحدي في هذا الدار، ماذا بي ناخذ امراه وهذا مكان. ايه عندك الحق يا جنك. هادي حلوه، هذا اللي قلت لي عايش وحدك، هاك بديت تخرج تريق يا اخي الادب. انا تموت بنتي مع طبيعك. سي مصطفى ما تسمح لكش تبدي فونتك في محلي. محلي ما تخرج من هنا قبل ما تطلب مني السماح. نطلب مني السماح. كاش راهم ولا بيتك؟ ولا بيتي؟ راهو يفقت عليك الخير، الله يسلمك. انت يمات الولية اللي حد ياخذ من يده. انا؟ لا 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 لا، انا خالته. وعلاش راكي دايره العزار؟ انا راسي محجب ليدي. بوه راجلك يحجبك من متى؟ انعم يا بنتي، محجب لي من كلش، حتى من الهوايج. شفتي يا بنتي؟ الرجال اللي يحجبوا نساهم، وانت تحبي تختار يا؟ هادو بنات اليوم يحبوا لا موضة. يا حسرة على وقتنا احنا بكري. انا عندي هذا هبات، كيفاش نسي حجبه من انت؟ سامحينا سامحينا. بكي من هذا جيب لك بعض بكي. الحمد لله خلوني وحدي. علاش راكي واقفة هكذا؟ هي يطيحي. لا لا الله يسلمك، راني مليحة مليحة هكذا مليحة. بس يا من عام غير تقعد. ياي هي هي ريحي. اوه سنة سهلة. وجد ولي واحد يعرف يتكلم بلسانه وماشي بالدبسه. انا الذي كنت صاحي الوقت.